بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة أولى إعدادي، نستأنف مع الصفحة رقم 122. دون لي هوتيرب، بين الأعشاب العالية أو بين النباتات العالية. طبعا فهذا النص هو مليء بمجموعة تعابير لا علاقة بالحواس الخمس. فعندما نقول مثلا أن تخا يغلى دون لانوي، قطار يصيح بالليل، إذن هنا نتحدث عن صوت، وبالتالي فالحاسة التي لا علاقة بالصوت هي الأذن، فنحن لن نسمع هذا الصوت إلا عن طريق السمع. إذن ثم أن أبيل دي شيرون أنسيزيف، نفس الشيء، نتحدث هنا عن السمع بمعنى آخر. ثم لو كون فاباسا دوزان تونير داسي، إذن نتكلم عن صوت أيضا كصوت الرعد، طبعا لا يمكن أن نسمع هذا الصوت إلا عن طريق السمع. ثم لو غولمون دي كخي، إذن نتكلم عن صوت هذا القطار الذي تناقص لأنه ابتعد. ثم مثلا لا لونغ شوني دو لوميير بلونش سيفاسا دون اون كورب، إذا نتكلم عن سلسلة الضوء الأبيض التي انمحت في قوس أو في منحنى. لا يمكن أن نعبر عن هذا المعنى إلا من خلال النظر. عندما نرى الأضواء طبعا تختفي، إذا نحن سننظر هذه الأشياء إذا عن طريق حاسة النظر. بنفس الطريقة لو سيلونس نوفو، إذا نتكلم عن السمع هنا، يعني أننا لم نعد نسمع شيئا، بلو إفخوا إلى آخره، إذا نتكلم عن إحساس. ثم أنفخواسمون دوفون، إذا نتكلم عن صوت أمام الطفل إلى آخره، إلى آخر هذه الفقرة. إذا كما نلاحظ بأن هذا النص يسرد لنا مشاهد عدة تتعلق بالسمع وبالنظر إلى آخره، ولكن لولا التعريف الأول لما عرفنا سياق هذه الأحداث. إذن هذا النص يحكي لنا هذه الأشياء بأنها حدثت، ولكننا نحن لا نعرف لماذا تحدث هذه الأشياء، الذي يجعلنا نتوهم بأن الطفل كان يطارد لصوصا هو السطر الأول. لي فون اسويفي دي فولور دو باندا انيمو غار دو شين اوجوردوي بروتيجي. إذن نتكلم عن هذا السطر هو الذي يعطينا سياق هذه الأحداث، يعني أنها تأتي في هذا الإطار. إذا نأخذ جو كومبخون. غوغارد إلستخاسيون لي لو تيتخ إي لا سورس دو تكست كيل سونس سو ديغاج دو سي تخوا زاليمون. غوغارد إلستخاسيون، انظر الصورة، صورة الطفل التي توجد بجانب النص. غوغارد إلستخاسيون لي لو تيتخ، اقرأ العنوان. دون لي هوتيرب، دون لي هوتيرب، بين النباتات العالية. ثم بعد هذا اي لا سورس، المقصود وقرا المصدر. لي لو تيتخ اي لا سورس دو تيكست، لي لو تيتخ اي لا سورس دو تيكست، اقرا العنوان ثم مصدر النص. طبعا مصدر النص يوجد في الاسفل كما نرى. الا سورجي لو فولور دو باندا كوليكسيون كاسكاد راجو اديتور. اذا هذا هو مصدر النص. اذا بعد النظر لهذه الصوره، ثم قراءة العنوان، ثم قراءة مصدر النص، إذن يطرح السؤال: كيل سونس سو ديغاج دو سي تخوا زاليمون؟ كيل سونس سو ديغاج دو سي تخوا زاليمون؟ إذن نتكلم على لي سانك سونس كما رأينا، كما نقول الحواس الخمس. كيل سونس سو ديغاج دو سي تخوا زاليمون؟ من هاد العناصر الثلاث نتكلم عن الصورة، ثم العنوان، ثم مصدر النص. إذن ما هو الإحساس الذي يستنبط أو يستخرج أو أنه يتمثل إلى آخره من خلال هاد العناصر الثلاث؟ طبعا بالاعتماد على هاد العناصر الثلاث فقط، إذن يمكن أن نقول دو سي تخوا زاليمون، من هذه العناصر الثلاث سو ديغاج، يعني أنه يستخرج أو يستنبط اون امبريسيون دو ميستير. إذن يستنبط ماذا؟ انطباع. لامبريسيون كما نقول انطباع او احساس دو ميستير. ميستير المقصود به غموض، اذا يبدو لنا شيء من الغموض. اذا من هاد العناصر الثلاث يظهر لنا غموض، يعني في الربط بين هاد العناصر الثلاث. اذا دو سي تخوا زاليمون سو ديغاج اون امبريسيون دو ميستير. نقول عن شيء بانه ميستيريو، يعني انه غامض غير مفهوم. ثم يكون هناك انطباع اخر، ان سونتيمون دانكييتود، ان سونتيمون دانكييتود او بيان دونغواس. اذا نتكلم عن احساس بالانزعاج وبالقلق.
إذا من هذه العناصر الثلاث يمكن استنباط انطباع فيه غموض ثم إحساس بالقلق والانزعاج. تخطر ببالنا مجموعة أسئلة، نقول كوفي سو غارسون دون لي هوت ايرب، كوفي سو غارسون دون لي هوت ايرب، ماذا يفعل هذا الطفل بين الأعشاب الطويلة بعد الليل؟ بوركوا ايتيل لا، بوركوا ايتيل لا، لماذا هو هنا؟ ايتيل à la recherche du voleur de panda؟ est-il à la recherche du voleur de panda؟ هل هو في البحث عن سارقي هذا النوع من الدبابة الموجود بالصين والنادر والمهدد بالانقراض والذي يسمى باندا، والذي يسمى باندا كما رأينا. طبعا كما شرحنا فيما سبق بأن هذا النص أنه يحكي وضعيات معينة، لكن هذا السطر الأول هو الذي يعطي بعض التلميحات كما نقول. يقول لنا لي فون اسويفي دي فولور دو باندا انيمو دو شين اوجوردي بروتيجي. اذا هذا السطر هو الذي يوضح لنا سياق هاد الاحداث. بور لا دوزيام كيسيون او سو سيتو لاكسيون، او سو سيتو لاكسيون، عندنا لو فيرب سو سيتوي يعني تموقع، كان الشيء او الشخص يموقع نفسه. اذا او سو سيتو لاكسيون، اين يتموقع الحدث؟ او سو سيتو لاكسيون، اين يتموقع الحدث المقصود؟ اين حدث الحدث؟ اين حدث هذا الذي راينا؟ اذا في الجواب نقول ماذا؟ لاكسيون سو سيتو اون شين، اذا الحدث وقع بالصين. سور لي ريف دي فلوف يونغشانغ، على ضفاف، سور لي ريف دي فلوف، على ضفاف نهر، النهر يسمى يونغشانغ، على ضفاف نهر يونغشانغ، او بوس بوكو دو غوزو، حيث تدفع. طبعا لو فيغ بوس يعني دافع، ولكن ممكن انه يعني نباته، حيث تنبت كما نقول بوكو دو غوزو. طبعا النباتات عندما تنبت وكانها تدفع، كانها تدفع الى الاعلى، او بوس بوكو دو غوزو، حيث ينبت الكثير من القصب. اذا لاكسيون سو سيتو اون شين sur les rives du fleuve Yongshang où poussent beaucoup de roseaux. Et dans cette loi, a été bassin à la défaite nar Yongshang où il y a un bout al-kathir min al-qasab. قبل المرور إلى جو ديفلوب ننظر إلى هذه الأسئلة. Quel sens nous permet d'avoir des sensations visuelles, auditives, olfactives, gustative et tactile. Idem, quel sens nous permet d'avoir des sensations visuelles? Quel sens nous permet d'avoir des sensations visuelles, auditives, olfactives, gustatives et tactiles? Idem, mais il حواس التي تمكننا من أحاسيس رؤية مثلا. Idem, quel sens nous permet d'avoir des sensations visuelles? إذن ما هي الحواس التي تمكننا من أحاسيس رؤيوية؟ يعني تتعلق بالرؤية. إذن ما هي الحاسة مثلا؟ ما هي الحاسة التي تمكننا من الإحساس بالرؤية؟ ثم quel sens nous permet d'avoir des sensations olfactives؟ طبعا olfactive يعني أنها متعلقة بالشم. ثم des sensations gustatives، إذن نتكلم عن إحساس بالطعم. تاكتيل، ثم إحساس باللمس. إذن ما هي الحواس التي تمكننا من هذا؟ Quel sens nous permet d'avoir des sensations visuelles, auditives, olfactives, gustatives et tactiles؟ إذن في الجواب les yeux nous permettent d'avoir des sensations visuelles. إذن الأعين أو العينين تمكننا من إحساس رؤيوي. Les yeux nous permettent d'avoir des sensations visuelles. ثم les oreilles nous permettent d'avoir des sensations auditives. Idem les oreilles nous permettent d'avoir des sensations auditives. Idem الأذنان تمكننا من إحساس السمع. ثم l'oreille des sensations olfactives. ثم l'oreille des sensations olfactives. المقصود هنا l'oreille nous permet des sensations olfactives. L'oreille nous permet des sensations olfactives.
يعني أن الأنف يمكننا من الإحساس بالشم، كما لو نقول أحاسيس شمية، كما لو نقول أحاسيس شمية. طبعا ربما هذا المصطلح غير موجود، إذا نتكلم عن أحاسيس متعلقة بالشم، إذا نتكلم عن أحاسيس متعلقة بالشم. إذا لوني دي سونساسيون أولفاكتيف، المقصود لوني نو بيرمي دي سونساسيون أولفاكتيف، يعني أن الأنف يمكننا من أحاسيس كما نقول شمية، المقصود أحاسيس متعلقة بالشم. ثم عندنا لا لونغ، لا بوش، إذا نتكلم عن اللسان ثم الفم، تقريبا نفس المنطقة. دي سونساسيون غوستاتيف، إذا نتكلم عن أحاسيس كما لو نقول ذوقية أو طعمية. إذا المقصود هنا لا لونغ، لا بوش، نو بيرميت دي سونساسيون غوستاتيف، يعني أن اللسان والفم تمكننا من ماذا؟ دي سونساسيون غوستاتيف، إذا من أحاسيس كما لو نقول ذوقية. اليدوا، ثم الأصابع، لاماه أو اليد، دي سونساسيون تاكتيل، دي سونساسيون تاكتيل. اليدوا إلى ما نو بيرميت دي سونساسيون تاكتيل، الأصابع واليد تمكننا من الأحاسيس كما لو نقول اللمسية، متعلقة باللمس، تاكتيل. جو ديفلوب، يعني أنا أطور. دون كيل إيتا ديسبري سو تروف لي فون، دون كيل إيتا ديسبري سو تروف لي فون، في أي حالة ذهنية يتواجد لي فون؟ هل هو عنده معنويات مرتفعة؟ هل أنه خائف؟ إذن دون كيل إيتا ديسبري سو تروف لي فون، إذن في أي حالة ذهنية يتواجد لي فون، يتواجد لي فون. إذن في الجواب لي فون إتانكي، إذن كما رأينا بأن لي فون هو منزعج، يعني أنه قلق. إلي ميكونتون، هو غير فرح، يعني أنه حزين. إلي ميكونتون يعني أنه حزين، باسكيل بونس، لأنه يفكر أفوار بيردو لا تراس، إذن لأنه يفكر بأنه فقد آثار دي فولور دو باندا، آثار سارق هاد النوع من الدبابة الذي يسمى باندا. لي فون إتانكي أنغواسي، إذا لي فو أنه منزعج، أنغواسي أنه قلق. إلي ميكونتون، هو حزين، باسكيل بونس أفوار بيردو لا تراس دي فولور دو باندا، لأنه يفكر بأنه فقد لا تراس يعني آثار، هنا عندنا الآثار، لا تراس يعني الآثار، دي فولور آثار السارق دو باندا، سارق الباندا التي قلنا بأنها نوع من الدبابة، يعني مهدد بالإنقراض وموجود بالصين. إذن ما الذي يدل على هذا الجواب؟ ما الذي يدل على هذا الجواب؟ طبعا الذي يدل على أن ليفون هو منزعج وقلق وبأنه حزين لأنه يظن بأنه فقد آثار السارق هو قوله غياه أفاغ، ليس هناك ما يعمل، ما بقى ما يدير، يعني أنني فقدت الأمل في الحصول على هاد السارق، غياه أفاغ، إذن ليس هناك ما يفعل. مونشوناتيل يعني أنه بدأ يقول هذا الكلام بغضب، أون سوغولوفون وهو ينهض. طبعا رأينا فيما سبق بأنه ارتمى على بطنه عندما سمع صوتا أمامه، إذن هو الآن ينهض ويقول هذا الكلام، ليس هناك ما يفعل، لم يعد هناك ما يفعل. إذن غونشوناتيل أون سوغولوفون سات فوا، هذه المرة جو لي فريمون بيردي، يعني أنني فقدتهم حقيقة، المقصود أنني أكيد فقدته، جو لي فريمون بيردي يعني أنني فقدته حقيقة، المقصود أنني أكيد فقدته هذه المرة، يعني أنه لم يعد لي أمل في القبض عليه. إذن غياه أفاغ كما رأينا، غونشوناتيل أون سوغولوفون سيت فوا جو لي فريمون بيردي. ثم عندنا في السؤال الثاني، غولاف لي زيكسبرسيون كي ديزين أن بروي إي كلاس لي كوم أنديكي، إذن غولاف يعني استخرج لي زيكسبرسيون العبارات كي ديزين التي تعبر عن ماذا؟ أن بروي التي تعبر عن الصوت، إي كلاس لي ثم رتبها، إي كلاس لي، عندنا لو فيرب كلاسي، إي كلاس لي، المقصود إي كلاس لي زيكسبرسيون، إذن حتى لا نعيد نقول إي كلاس لي ثم رتبها كوم أنديكي كما هو مبين، كوم أنديكي كما هو مشار له. بوي بو لا تخوازيام كيستيون كومبليت لا كاتخيام
colonne du tableau par les adjectifs qualificatifs, les compléments donnant, les comparaisons, les subordonnées relatives qui caractérisent les bruits. Complète la quatrième colonne du tableau par les adjectifs qualificatifs, les compléments donnant, les comparaisons, les subordonnées relatives qui caractérisent les bruits. Complète la quatrième colonne du tableau, إذن أتميم العمود الرابع من الجدول par les adjectifs qualificatifs بالنعوت أو الأوصاف, les compléments donnant متممات الأسماء, les comparaisons المقارنات, نتحدث عن لو فيرب كومباري يعني فعل القارنة, les subordonnées relatives, إذا نتكلم عن جمل تابعة تسمى les subordonnées, نتكلم عن جمل تابعة لجمل أخرى les subordonnées relatives, إذا نتكلم عن جمل تابعة relative يعني أن عندها علاقة بجمل أخرى qui caractérise التي تميز les bruits التي تميز الأصوات. إذا عندنا هذا الجدول مرتب بالطريقة التالية, بروي يعني أصوات, برودوي كما نقول منتوجة, المقصود أن أصلها هو كذا وكذا. إذا منتوجة من طرف من؟ par des éléments de la nature, إذا هي منتوجة من طرف عناصر من الطبيعة, المقصود بأن هذه العناصر الطبيعية هي التي تؤدي إلى هذه الأصوات, بروي برودوي par des éléments de la nature. إذا نتكلم عن أصوات منتوجة من عناصر طبيعية, من عناصر للطبيعة, المقصود بأن هناك عناصر من الطبيعة هي التي تحدث هذه الأصوات, مثلا فون أو فيجيتو, إذا نتكلم عن ريح ماء ثم فيجيتو, إذا نتكلم عن نباتات. إذا سنذكر في هذه الخانة نذكر الأصوات التي تأتي من الريح, من الماء أو من النباتات أو ما يشابهها, بشرط أن هذه المصادر تكون من الطبيعة. ثم عندنا في الخانة الثانية بغوي برودوي باغ دي زانيمو أو دي زوم, إذا نتكلم عن أصوات برودوي كما نقول أنها منتوجة من طرف, برودوي باغ, إذا كما نقول بأن منتوجة من طرف دي زانيمو أو دي زوم. إذا نتكلم عن أصوات تأتي من الحيوانات أو من الإنسان. ثم عندنا في الخانة الثالثة بغوي برودوي باغ دي ماشين, بغوي برودوي باغ دي ماشين, إذا نتكلم عن أصوات منتوجة من الآلات, بغوي برودوي باغ دي ماشين, إذا نتكلم عن أصوات منتوجة من الآلات, المقصود بأن هذه الأصوات تأتي من الآلات, يعني أن الآلات هي التي تعطي هذه الأصوات. كاركتيريستيك دي بغوي, إذا كما نتكلم عن مميزات الأصوات, كاركتيريستيك دي بغوي, إذا نتكلم عن مميزات الأصوات بمعنى آخر بماذا تتميز هذه الأصوات. طبعا كما رأينا في النص هناك مجموعة أصوات يمكن تصنيفها بالشكل الذي رأينا الآن, طبعا لكل صوت هناك ميزة, المقصود بأنه يتصف بصفة ما, المقصود بأنه يتصف بصفة ما كما رأينا في النص. إذا فلننظر للنص, مثلا إذا أخذنا الخانة الأولى بغوي برودوي باغ دي زيليمون دو لا ناتور, إذا نتكلم عن أصوات تأتي من عناصر الطبيعة, مثلا تأتي من لو فون لو وبيا لي فيجيتو, إذا نتكلم عن أصوات تأتي من الريح مثلا أو من الماء أو من نباتات, المهم أن تأتي من عناصر للطبيعة. إذن طبعا كما رأينا في النص أصوات من هذا الشكل مثلا أنفخواسمو, إذن كما رأينا بأن يمكن أن يكون أصل الريح أو نزول الأمطار على القصب. ثم بغويسي كما رأينا في مسابق لوفير بغوير بغويسي أنفخوطان, إذن نتكلم عن أصوات ولكن عن طريق احتكاك, بغويسي أنفخوطان, إذا نتكلم عن صوت عن طريق الاحتكاك. ثم عندنا ميغميغ نتكلم عن الهمس, ثم رأينا ميغميغ يعني الهمس, ثم انكلابوتمون, إذا طبعا هذا نوع من الأصوات, إذا انكلابوتمون هذا صوت أيضا, ثم الغصاك, ثم انكلابوتمون كما رأينا صوت ارتطام الماء مثلا بحاجز أو بشيء آخر, إذا نتكلم عن انكلابوتمون, ثم الغصاك يعني صوت رجوع الماء أو صوت رجوع الأمواج, إذن يسمى لغوساك, ثم لوكريسمون, ثم لوكريسمون يعني صوت كما قلنا لوغانسمون, كما نقول بالدارجة صوت تزياط يعني أننا تنسمو شي حاجة تزيط, هذا يسمى لوكريسمون. فالخانة الثانية بغوي برودوي باغ دي زانيمو أو دي زوم, ثم في الخانة الثانية بغوي برودوي باغ دي زانيمو أو دي زوم, إذا نتكلم عن أصوات
تأتي من الحيوانات أو من الناس؟ نتكلم عن أصوات تأتي من الحيوانات أو من الإنسان، مثلا كما رأينا أغاكلومون. إذا طبعا الصوت المذكور في هذا الاتجاه هو أغاكلومون. طبعا غاكلومون كما رأينا فيما سبق تعني كشط، تعني كشط. إذا طبعا الإنسان هو الذي يمكنه أن يقوم بهذه الحركة، إذا نتكلم عن كشط. أغاكلومون تأتي من لوفا غاكلي أو بيا سوغاكلي. غاكلي المقصود بأنك تكشط. طبعا الإنسان أو الحيوان ممكن أنه يقوم بهذه العملية. طبعا في حالات نتحدث عن لوفاب سوغاكلي، مثلا سوغاكلي لاغورج، سوغاكلي لاغورج. كما نقول بأنك تكشط الحنجرة، يعني أنك تخرج الهواء عبر الحنجرة وفي نفس الوقت أنك تضغط على الحنجرة. فلنتصور مثلا أن هناك كائن غريب دخل إلى الحنجرة، بماذا سيقوم الإنسان؟ طبعا سيقوم بكشط الحنجرة كما نقول. إذا نتكلم هنا عن سوغاكلي لاغورج، سوغاكلي لاغورج. نسمع مثلا خ مثلا، إذا نتكلم عن سوغاكلي لاغورج. إذا هذا يسمى أيضا لوغاكلومون، إذا كأنه كشط. إذا ممكن أن هذا الكشط يحدث على الأرض أو ممكن أنه يتم على مستوى الحنجرة كما في حالتنا الآن. إذا هاد لوغاكلومون يمكن أنه يندرج ضمن بغوي برودوي باغ دي زانيمو أو دي زوم. ثم في الخانة الثالثة بغوي برودوي باغ دي ماشين، بغوي برودوي باغ دي ماشين. إذا نتكلم عن أصوات تأتي من الآلات. إذا مثلا يغلى سلوفار يغلي يعني صاحة، ثم أنابيل نتكلم عن نداء، ثم أنطونير داسي. طبعا كما ذكرنا فيما سبق مثلا منبه القطار، إذا نتكلم عن أبيل. طبعا أبيل ممكن أنه يأتي مع الإنسان، لكن هنا طبعا في حالة النص أنه جاء مع القطار. إذا نتكلم عن صوت آلة أنابيل ثم أنطونير داسي، إذا نتكلم عن صوت الرعد أنطونير. طبعا صوت الرعد لكن المقصود هنا صوت قوي داسي للفولاد. إذا نتكلم عن الفولاد المصنوع منه القطار ثم السكه الحديديه، إذا نتكلم عن صوت آلة بمعنى آخر. ثم لو غولمون ديكري، ثم نتكلم عن صوت آخر، ثم نتكلم عن صوت القطار الذي بدأ يتناقص لو غولمون ديكري. ثم ننتقل إلى الخانة الأخيرة كاركتيرستيك دي بروي، إذا نتكلم عن مميزات أو صفات إلى آخره دي بروي للأصوات. طبعا كما رأينا فيما سبق النابل هو صفة بأنها ديشيرون، إذا نتكلم عن نداء ممزق. إذا وصفنا هذا النداء، هذا الصوت وصفناه بأنه ممزق. إذا ميزة هذا الصوت أنه ممزق انسيزيف كوم ان كو دو كوتو، إذا هو قاطع مثل ضربة سكين. إذا هذه كلها صفات هاد النابل. ثم رأينا فيما سبق ميغميغ كونتينيويل، إذا نتكلم عن همس مستمر، نصف هذا الهمس بأنه مستمر. أحيانا نتكلم عن لوفا كونتينيوي يعني فعل استمر، مثلا كونتينيوي فولوسون استأنفوا دروسكم، كونتينيوي فولوسون استأنفوا دروسكم. مثلا كونتينيوي فوزيفور استأنفوا جهودكم، كونتينيوي فوزيفور استأنفوا جهودكم. إذا نتكلم عن لوفا كونتينيوي يعني فعل استأنف أو استمر. إذا عندنا ميغميغ كونتينيويل، إذا عندنا همس مستمر. إذا نتكلم عن تلك الأصوات المتعلقة بالقصب، طبعا مع الريح أنها مستمرة ودون انقطاع، إذا نتكلم عن هذا الهمس المستمر. ثم عندنا لاجي غوساك، لاجي غوساك. إذا عندنا غوساك، إذا عندنا صوت هنا، ثم نقول لاجي غوساك، إذا نتكلم عن هذا الصوت الخفيف، إذا نتكلم عن صوت خفيف من هذا النوع. إذا نتكلم عن غوساك مثلا صوت رجوع الأمواج، ثم لاجي غوساك، إذا نتكلم عن هذا الصوت الخفيف والطفيف. ثم عندنا أنطونير داسي، أنطونير داسي. إذا طبعا طونير كما قلنا فيما سبق هو صوت الرعد. طبعا هنا نتحدث عن لاسي يعني الفولاد. إذا كمان نتكلم عن صوت من صفة صوت الرعد والمتعلق بالفولاد. إذا كأننا أضفينا على صوت الفولاد قوة كقوة صوت الرعد. ثم كيبغويسي اون فخوطون لورتيج، إذا كيبغويسي اون فخوطون لورتيج. طبعا عندنا اون فخوطون لورتيج، إذا نتكلم هنا عن لو فخوطمون دي تيج، إذا نتكلم عن احتكاك هاد السيقان، نتكلم هنا عن احتكاك سيقان النباتات.
كيبغويسي التي تؤدي إلى أصوات، التي تعطي أصوات مبهمة. إذا نتكلم عن هذا لوفخوتمون، يعني هذا الاحتكاك كيبغويسي الذي يؤدي إلى أصوات، أنه يعطي أصوات مبهمة. ثم كيدوميني لو ليجيغ ساك دو لو كونتخ لا بيرج بوي لو كريسمون دي تيج كونتخ اون ماس دور. إذا نتكلم عن كيدوميني، إذا نتكلم عن ان كلابوتمون، إذا نتكلم عن صوت سقوط الماء أو ارتطامه بحاجز، كيدوميني الذي يسيطر على لو ليجيغ ساك. لو ليجيغ ساك إذا يسيطر على صوت آخر لرجوع الماء. إذا طبعا المقصود بأنه هو أقوى منه، المقصود بأن هاد صوت ارتطام الماء هو يسمع أكثر من صوت رجوع الماء، كأنه يسيطر عليه، المقصود بأنه أقوى منه. طبعا نتكلم عن هاد الأصوات المتعلقة بالماء كونتخ لا بيرج، عندما تصطدم بحافة النار ثم تعود. نتحدث هنا عن لو ليجيغ ساك، إذا نصف صوت رجوع الماء بأنه ليجي، بأنه خفيف. ثم عندنا لو كريسمون، إذا نتكلم عن لو كريسمون دي تيج كونتر اون ماس دور، ثم لو كريسمون دي تيج كونتر اون ماس دور. إذا نتكلم عن صوت من هذا النوع، إذا نتكلم عن صوت من هذا النوع، إذا نتكلم عن لو كريسمون المقصود بالصرير، بمعنى آخر أننا نتحدث عن صوت بعينه، إذا نتحدث عن صوت مميز، إذا نتكلم عن الصرير. دي تيج كونتر اون ماس دور بوي لو كريسمون دي تيج كونتر اون ماس دور. سيقان النباتات، وبالضبط هنا نتكلم عن سيقان مثلا القصب، كونتر اون ماس دور على جسم صلب. فوالا سو سون لي كاركتيريستيك دي بروي. إذن هذه مميزات الأصوات التي وردت بالنص. نستأنف الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.